ايه اللي بيحصل؟ ايه الاجراءات؟ اول ما الشخص بيروح اللي هو طالب الخدمه بيبتدي ان هو اول مرحله ازاله السموم وسحب اعراض الانسحاب. طيب انا ببتدي الاول ان انا بيبقى في علاج دوائي من خلال الاطباء عشان يبتدي ينظف الجسم من السموم. دي بتبقى من 5 أيام ل10 أيام ويمكن تمتد لحد اسبوعين. بعد كده العلاج النفسي الاهم. بعد كده بالظبط ننتقل للمرحله الثانيه وهي التاهيل النفسي او الاجتماعي. بيبتدي هنا الشخص يعرف طبيعه المرض، يعرف حقيقه المخدرات، ويعرف كمان وده المهم جدا ازاي يتجنب المخدرات لما يخرج من المستشفى مره ثانيه. لان المشكله مش في العلاج وبس، المشكله في تجنب الانتكاسه. ناس كتير بتعالج لكن بترجع. بالظبط، المشكله هنا بتبقى الاهم. والوهم بالنسبة بقى اللي هو ما فيش حاجه اسمها تبطيل، ويعني ده بيزيعوا المدمنين. بالظبط، في كتير من للاسف من المتعاطين او المدمنين بيبقى جايب فكره ان انا اللي بياخد المخدرات بيموت بيها، عمره ما هيبطلها. طيب احنا عندنا نماذج كتير جدا الحمد لله مبطله ومتعافيه. وبعدين لازم برضو نوضح حاجه للناس، علاج الادمان مش هيجي عليه اليوم وهيقف، احنا بنبتدي معاك من اول يوم وهنفضل معاك لحد ما تموت. كده كده انت بتيجي تاخد جلساتك بنتابعك اول باول عشان نحميك طول الوقت من الانتكاسه. وبرضو كمان يعني الدوله يعني بترعى هذا الملف بشكل كبير، عشان كده معالي وزير التضامن الدكتور نبيل القباش اطلقت عده مشروعات للدعم الاقتصادي عشان تساعد الناس على دعم التعافي. بتوفروا لهم شغل لانه ممكن يكون يعني سبب كبير من الموضوع، ولكن انه ما عندوش دخل، ما عندوش حياه. بنأهلهم من عده مبادرات او مشروعات انه ازاي يعرف يعيش ويشتغل. ده من خلال مبادرتين، او هي مبادره واحده فيها مشروعين، اللي هي مبادره بدايه جديده. بيبقى في القسم الاولاني اللي هو التدريب المهني على الحرف المهنيه الصغيره، ان انا ببتدي اعلمه مهن حرفيه، صناعات مختلفة، يبتدي يتعلم الصنعة أو المهنة دي، يبتدي بعد كده ياخد شهادة من جهة معتمدة بهذه المهنة، يروح يقدم بيها في أي شركة أو في أي مصنع. ده النوع الأولاني. النوع الثاني من المبادرة اللي هو القروض الصغيرة بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي. أنا دلوقتي ببتدي أدي هذا المتعافي، ما بقولش بقى مدمن خلاص بقى متعافي، نديله قرض صغير يفتح بيه مشروع يبقى مصدر دخل ليه ولأسرته. كده احنا عالجناه. وبعد ما عالجناه رحنا للمرحله الثالثه اللي هي الدمج المجتمعي، اللي بيكون فيها بقى مشروعات الدعم الاقتصادي دي عشان نساعده ان هو يكمل. لان برضه من المشكلات اللي بتقابلهم لما هم يخرجوا من المستشفى مشكله مهمه جدا، ان هو مش عارف يرجع لحياته القديمه ومهنته. في بعض الاحيان، في كتير من الاحيان كمان، بيبقى صعب عليه العوده للمهنه نفسها، لان في بعض المهن بيكون فيها محفزات على التعاطي مره اخرى، او اصدقاء سوء او يعني هو بيبقاش عارف يرجع لها. هو حتى بلغه المجال يعني يقول لك دي حاجه اسمها خطوه ما يعرف بالخطوه الاولى، ان انا ما ينفعش ارجع لها تاني او اقرب لها تاني، لان هي ده مثير من مثيرات التعاطي بالنسبه لي. صحيح.